السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ساعات من دقائق قليلة من دقائق قليلة أسدل الستار على مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم. كانت نتيجة الذهاب في داخل مصر كانت النتيجة 1-0 لمنتخب مصر، ثم الإياب في السنغال وكانت النتيجة 1-1. طبعا الفريقين لعبوا 30 دقيقة وقت إضافي، وبعد كده المباراة انتهت بضربات الجزاء وفوز المنتخب السنغالي، ضربات الجزاء وفوز المنتخب السنغالي. طبعا الواحد مش عارف طبعا اتكلم في حاجة زي كده، لان بجد الواحد حزين جدا 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 عن النتيجة اللي انا شفتها. بس للأسف الشديد لو جينا اتكلمنا وحللنا المباراة كده من الشوط الاول، هنلاقي ان في اول دقيقة المصريين اتخطفوا، بجد المنتخب المصري اتخطف في اول دقيقة من المباراة زي ما اتعامل معاهم هنا وخطفنا منهم الماتش. في اول دقيقة هم نفس الطريقة، في اول دقيقة خطفوا مننا اول جون. عايز اقول لكم يعني جون من اتفه اللي جون الواحد ممكن يشوفها، ما تجيش على لعيبة درجة تانية زي ما بيقولوا. طبعا النتيجة دي عايز اقول لك ان اثرت على مجرى المباراة، وبالذات في الشوط الاولاني هجوم شرس 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 من السنغاليين. لكن الحمد لله رجالتنا قدروا يسدوا وقدروا يكملوا وخلص الشوط الاولاني. عايز اقول لكم بظلم شديد من الحكم الجزائري مصطفى غربال، بجد ظلم عمري ما شفته في حياتي. يعني بجد حاجه تحزن جدا جدا لما تلاقي التحكيم الافريقي بالطريقه دي وبالسوء ده، لدرجه ان لاعب، يعني عايز اقول لك الفار الالماني اللي كانوا قدامهم الشاشات كاتبين، لانه طبعا ما بيعيدوش الماتش، ما بيعيدوش الاعادات بتاعت الفاولات والحاجات البلاوي السودا اللي هم بيعملوها. الفار نفسه بيتكلم وبيقول لك ان في احتمال يكون كارت احمر في الماتش. وللاسف الشديد ان هم الحكم الجزائري ما فكرش حتى انه يروح للفار ولا يشوف الدنيا فيها ايه. يعني الفار نفسه الالماني بيقول لك احتمال يكون فيها كارت احمر، هو ما فكرش انه يروحها. ظلم تحكيمي ما بعديه ظلم، اسوأ تحكيم شفناه في حياتنا الحكم الجزائري مصطفى غربال. طبعا الموضوع ما انتهاش لحد كده، الحمد لله الشوط الاولاني خلص وكانت النتيجه 1-0. جه الشوط الثاني وزي ما قلت لكم عايز اقول لك ظلم التحكيم اللي انا كنت بكلمكم عليه، لحد ما حصل 3 تغييرات للمنتخب المصري. نزل مصطفى ونزل زيزو ونزل دونجا. بس بجد انا عايز اقول لك على حاجه، غيروا مجرى المباراه خالص. الشوط الثاني لا وجود للسنغاليين اصلا، لا وجود للسنغاليين اصلا، بجد بانوا ان هم والله يعني مش عارف اقولها لكم ازاي، فريق سيء. يعني مش اللي هو الفريق اللي هو اللي تخاف منه، مش الفريق اللي هو القوي، كان فريق سيء جدا، واحنا كنا اقوى وكنا ممكن نخلص الماتش. بس للاسف الشديد طبعا الظروف ما ساعدتناش والنتيجه ما ساعدتناش ان احنا نتعادل، ولعبنا الاكسر تايم. هجمونا كالعاده في بدايه الاكسر تايم في الشوط الثالث في اول ربع ساعه، هجمونا هجوم شرس وكان ممكن يحرزوا اهداف. لكن في الشوط الرابع ابتدينا ان احنا نرد ونحاول ان احنا نمسك مجرى المباراه، بس كان هم اقوى للامانه، وجت ضربات المعاناه الترجيحيه. مبدئيا ضربات الجزاء الترجيحيه دي عايز اقول لك ضربات حظ، ضربات معاناه، ضربات اعصاب، كلها ممكن تكلم عنها وقول اللي انت عايز تقوله كله، لان بجد كانت صعبه جدا جدا وشرسه. في ظل ان انا بجد الامانه محمد صلاح انا ما حسيتش بوجوده اصلا في المباراه. محمد صلاح انا ما حسيتش بوجوده في المباراه، والله ما يستاهل ان هو يكون افضل لاعب في العالم او حتى من الثلاثه المنافسين في العالم. هو من واضح ان محمد صلاح بيلعب في ليفربول بس، لكن في منتخب مثلا ما شفتوش ان هو لعب خالص. فين صلاح؟ فين اللاعب اللي هو بص خارب الدنيا في انجلترا؟ لا وجود ليه. في ليفربول عامل احلى شغل، وجودك في مصر ولا اي حاجه، ما عملتش اي حاجه. وللاسف الشديد كروش اداله اول ضربه جزاء ان هو اللي يلعبها، ودي كانت اكبر غلطه. طبعا لا بكاء على اللبن المسكوب، بس للاسف هو ما كانش ينفع ان هو يشوط ضربه الجزاء الاولى. بس هو حب يطمن بيه الفريق وحاول ان هو يسجل. طبعا اول جون بعد ما هم ضيعوا اول كره قال لك هو ده اللي هيسد ويخلص يدي الاطمئنان للفريق. بس للاسف الشديد هو كان غير موفق اصلا في المباراه.
ما كانش ينفع ان هو يلعب ضربة جزاء. وللاسف الشديد ضيع اول ضربة جزاء، جه الشناوي صد الضربة التانية وربنا كرمنا والفرصة رجعت لنا تاني، وجه زيزو كالعادة ضيع الكورة. يعني انت عندك افضل اتنين هما ضيعوا الكورة. طب هنقول ايه لما يكون افضل اتنين عندك في منتخب مصر بيشوطوا ضربات جزاء الاتنين ضيعوا؟ جه بعد كده مش عارف اقولها لكم ازاي، والله الواحد حزين جدا. جات الضربة التالتة ودخلناها الحمد لله. يجي بعد كده مصطفى محمد ويضيع كالعادة ضربة الجزاء. بس انا مش هلوم على مصطفى محمد لان معروف، يعني عايز اقول لك مصطفى شرس شوية او شديد شوية، او ان هو مش متخصص في ضربات الجزاء. يعني الامانة هو مش متخصص في ضربات الجزاء، بس هو حب ان هو يخليه يلعب ويشوتكم، بس للأسف الشديد برضو ضيعها. ويجي ساديو ماني يدي الضربة القاضية للمصريين وينتهي الماتش للسنغالين وتتأهل السنغال لكاس العالم. طبعا عايز اقول لك الف مبروك طبعا للسنغاليين وهارد لك للمصريين، بس للاسف الشديد كانت مباراه ظلم تحكيمي عمري ما شفته في حياتي. يعني التحليل اللي انا ممكن اتكلم عليه هو الظلم التحكيمي، الظلم التحكيمي اللي كان متخصص ان هو يظلم المصريين، اللي هو كان كل غلطه يعملها المصريين ياخدوا عليها انذار، يضربوا السنغاليين عادي مفيش ادنى مشكله. لا والاغرب من ده كله الابتسامه اللي دايما الحكم بيطلعها، يبتسم للمصريين كانهم بيهديهم ويضحك عليهم بابتسامه للمنتخب المصري. واحنا شعب طيب يعني، شعب ولعيبه وطيبين، نضحك ونهزر وده يضحك في وشنا ونضحك. لكن عمري ما شفت حكم كده. يا اخي ده انت لو كنت واخد فلوس عشان تبوظ الماتش ما كنتش هتعرف تبوظه بالطريقه اللي انت بوظته بيها دي. تضيع فريق كافح، يعني عايز اقول لك سنين بيكافح عشان يوصل لكاس العالم، وبظلم تحكيمي لا اسوأ ولا بعد، وبص ولا شفت قبل ولا بعد خالص، سوء تحكيمي عشان يبوظ الماتش ويخرب الدنيا. حكم الجزائري مصطفى غربال من اسوأ التحكيمين. انا ما اعرفش ازاي بيقول لك حكم قاري وحكم افريقي وحكم، انا مش شايف منه اي حاجه غير ان هو اسوأ حكم شفته بجد بيحكم في البطولات كلها. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا الواحد بيتكلم بحرقه وبيتكلم بمضايقه، لان بجد مباراه كانت تستاهل تكون افضل من كده، ومباراه كانت يعني لو حكم سيطر عليها بالانذارات من اول الماتش لضرب السنغاليين للمصريين كان سيطر عليها. لا بيرجع لفار طول الماتش، اخطاء بلاوي سودا منه هو انه ما يرجعش للفار، والفار يقول لك يكتب لك على الشاشه ان حاله ممكن يعني يتسبب وراها كارت احمر، ما يفكرش انه يرجع للفار، لان ما فيش حتى اعاده. التلفزيون السنغالي ما رضيش يعيد لك الفاول اللي اتعمل والضرب اللي بيحصل، يضربوا هم ما يعيدلكش، المصريين المنتخب المصري يضرب يفضل يعيد ويزيدوا فيها وانذارات وتحكيم رهيب، يعني ظلم تحكيم رهيب. طب والأسوأ من ده كله تلاقي مكبرات الصوت. طبعا لو هنتكلم عن الجماهير من حقها انها تعمل صوت وتعمل اللي هي عايزه تعمله، لكن مكبرات الصوت دي ممنوعه دوليا، ممنوعه في المباريات. ازاي مكبرات الصوت تبقى موجوده؟ وازاي التحكيم يوافق على حاجه زي كده؟ مباراة لأسوأ ولا، يعني عايز أقول لكم ما شفتش أسوأ منها في التحكيم. طبعا أنا مش هلوم على التحكيم كله، المنتخب المصري لعب وكانوا رجالة، كانوا أرجل بجد بجد، أحسن ماتش أنا شفته من رجالة بجد بتلعب أكتر من ساعة ونص. بناء على إيه تديهم وقت إضافي على ملعبهم؟ تديهم ليه وقت إضافي على ملعبهم؟ ما يستاهلوش الوقت الإضافي على ملعبهم، المفروض حصل تعادل ضربات جزاء على طول. تحكيم كان أسوأ تحكيم شفته، غير بقى حاجات كتير قوي كانت موجوده في المباراه. رمي الازايز على الشناوي، الحكم ما خدش فيها قرار. الليزرات اللي اشتغلت على عيون اللعيبه، الحكم ما خدش فيها قرار. الحكم ما فكرش يرجع للفار في اي مصيبه كانت بتحصل في الملعب. امر طبيعي هيكون فيه اخطاء، وامر طبيعي هيكون في حاجات كتير قوي
الحكم ما فكرش انه يرجع ليها. بس طبعا مش هنلوم على الحكم، وده تقدر الله ما شاء فعله، ده كان نصيب. مش كل حاجه هنرميها، اللعيبه ادت اللي عليها وعملت اللي بص اللي ما يتعملش، لكن هم مش هيتلاموا اكتر من كده، وكتر خيرهم وبجد هم اثبتوا ان هم رجاله. والحمد لله المنتخب المصري راجل في اي حته وفي اي مكان، الحمد لله قد الله ما شاء فعل. طبعا موضوع تحليلي كنت لازم ان الواحد يطلع يتكلم عنه، وكنت عصبي جدا لان بجد المصريين تعبوا، اعصاب المصريين اللي موجودين هنا في مصر تعبوا، واللي موجودين في السنغال تعبوا، واللعيبه تعبت عشان يجي حكم يبوظ الماتش ويكون اسوأ مباراه شفناها. اداء فني زباله من المنتخب السنغالي. يلا قد الله ما شاء فعل، سامحوني طبعا على الانفعالي، بس الواحد كان متضايق جدا جدا، وكنت حابب ان انا لازم اطلع اتكلم، لاني ما اتعودتش ان الواحد يعني يشوف مباراه ويطلع يتكلم عنها كده، بس كنت طالع انفعالي، معلش سامحوني. وجيت في نهايه الموضوع، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.